تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموت منذ الدهر، فضجرت روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذذت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك، وسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. كمثل كثرة رأفاتك امحو مآثم، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر،
تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي ذليلا. اصرف وجهك عن خطاياي وامح كل مآثمي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي اعبدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبرا فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أقدمها، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح مسحق، القلب الخاشع المتواضع لا يبذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون وابن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجوب. Yeah.
ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كيري أليسون، كيري أليسون، كيري أليسون. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ومتروبوليتنا جورجيوس وإخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخويتنا في المسيح. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل عبيد الله إخوتنا سائر المرضى الذين طلبوا إلينا أن نذكرهم في الصلاة. لأنك أنت إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. إنك جاهدت في الحياة مستشهدا مصدر ابتهاج للكنيسة في دير مريم العذراء أم الإله، لذا نمجدك ونحصد منك فنلت من الله كرامة
إن صرت الآن شهيدا نسمع الاتهام الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. يا أم الإله صوني غيرك ودبري ومثل ما أنعمت على يعقوب غيث المراحم الآن علينا أمطري. يا قدس الله الذين طلبوا إلينا أن نذكرهم في الصلاة
وخلاصهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. فلتسبح الرب، فلتسبح.
من أجل أن نكون مستحقين لسماع قراءة الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. الحكمة فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. قال الرب لتلاميذه: بهذا أوصيكم أن يحب بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، لكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لأجل هذا يبغضكم العالم. أذكر الكلام الذي قلته لكم: ليس عبد أعظم من سيده، فإن كانوا اضطهدوني فسيضطهدونكم أنتم أيضا، وإن كانوا حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم أيضا. وإنما سيفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لم يعرفوا الذي أرسلني. لو لم آتي وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة، أما الآن فليس لهم حجة في خطيئتهم. من يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها آخر لم تكن لهم خطيئة، أما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، ولكن ذلك لتتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم من عند الآب، روح الحق الذي من الآب ينبثق، فهو يشهد وأنتم أيضا تشهدون، لأنكم معي منذ الابتداء. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم. أنه يقدم عبادة لله، المجد لك يا رب المجد لك.
رحمتك وبكثرة رافاتك امحو مآثمي. لا تخذني يا يعقوب إذا الخطوب توالت أيها المجاهد، لكن بادر مسرعا إلى نصرتي، فأنا أحزن من شراك العدو التي بخبثها المقصود اشتغابنا وجب سلام. فكن سميع طلبتي من كل أمر حطالتي ومن التهاون خلصني ومن كل نازلة، عارف أنك قادر خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين وأرسل علينا مراحمك الغنية بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم شفيعة هذا الدير وهذا الجبل المقدسين، وبقوة الصليب الكريم المحيي، وبطلبات القوات السماويين المكرمين العادم الأجساد، وبتوسلات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وآبائنا القديسين معلمي المسكونة، رؤساء الكهنة المعظمين باسيليوس الكبير، غريغوريوس اللاهوتي، ويوحنا ذابي الفم، وآبائنا القديسين العجائبيين نيكولاوس رئيس أساقفة ميراليكيا، سبيريدون أسقف تريميثوس، غريغوريوس بلاماس أسقف تسالونيكي، ونكتاريوس أسقف المدن الخمس، والقديسين الشهداء المظفرين وآبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين يواكيم وحنة جدي المسيح الإله، وأبينا الجليل في القديسين الشهيد في الكهنة يعقوب الحمطوري صاحب هذا الابتهال الشريف، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت معه مبارك مع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا قديس الله تجف بنا
المسيحي قد بذلت حياتك لخالقك تعيد للشهادة فلم تجزع إطلاقا بل شهدت مرتلا مبارك أنت يا إله أبائنا يا قدس الله تشفع بنا بالأوجاع حضرت من يسبب كل الأوجاع يا يعقوب فحبا بالمسيح أسلمت طوعا ذاتا بك نزو مرتل مبارك أنت يا إله أبائنا المجد للآب والابن والروح القدوس يا مسيحي الفاني قد ضيقت العدو حين ألمك وآزلت يعقوب في حمله الألام فتمجد صارخا مبارك أنت يا إله أبائنا الآن وكل آن ليال الدائرين عظيم قد ظلت الإله فوق الطبع ولم تبرح بنفسا فصير لنا أما رجاء وشفيعا لجميع المرتل مبارك أنت يا إله أبائنا يا قدس الله تشفع بنا يا شهيد لم يزعزعك الوعيد والإحراق والموت الشديد فابتهر لأنجو من كل شرور يا قدس الله تشفع بنا حقا جاء المجد للآب والابن والروح القدس رب استمعني صارخا نحوك ارحمني وطريق الرجوع ألهمني بتوسلات يعقوب الخطور الآن وكل آن وإلى دار يا قدس الله تشفع بنا أمير يا من أرى بالروح منارا يا من ألهبت الفؤاد حب المسيح وفي الجهاد أحرقت جسدك الذبيح يا قدس الله تشفع بنا أنوارك بارية تضير إشراقات الثالوث الرب الأمين فاشفع من أجل إنارة كل المؤمنين المجد للآب والابن والروح القدس سكنت حمطورا فغدت فخورا بشهادتك يا إله جنب الله فاطلب إليه أن يشرق فينا ببهاء بحرمة المصلوب مزق ذنوبي وفك نفسي من قيد رثم قبيح ثم اربطيني بخيط محبة المسيح بواجب الاستئهال حقا نغبط
والدة الإله الدائمة الطوبى البارية من كل العيوب أم إلهنا يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم ظهرنا مجاهدا لا يهو شاهدا صديقا لا يخاف من المنون فافتقد وظلل حمى طول المهلل المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. التضرع نقدمه لك نحن الخطأ أيها السيد فارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس. ارحمنا يا رب لأننا عليك اتكلنا، فلا تسخط علينا جدا ولا تذكر أثامنا، لكن انظر الآن بما أنك المتحنن وأنقذنا من أعدائنا، لأنك أنت إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك، وباسمك ندعى الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. افتحي لنا باب التحنن يا والدة الإله المباركة، فإننا باتكالنا عليك لا نخيب، وبك ننجو من كل الشدائد، لأنك أنت خلاص لجنس المسيح. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والمدن والقرى من الجوع والوباء والغرق والحريق والسيف، ومن غارات القبائل الغريبة والحروب الأهلية والموت الفجائي، وأن يكون إلهنا الصالح المحب البشر شفوقا رؤوفا ومتعطفا، ليصرف ويبعد عنا كل غضب يثور علينا، وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. تضرعنا نحن خطأ ويرحمنا.
الله مخلصنا يا رجاء جميع أنقاص الأرض والذين هم في البحر بعيدا، وكن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وراحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر. وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، بشفاعة أمك الطاهرة البريئة من كل عيب سيدتنا والدة الله الدائمة البتول يا مريم شفيعة هذا الدير وهذا الجبل المقدسين، وبطلبات أبائنا الأبرار المتوشحين بالله وأبينا الجليل في القديسين الشهيد في الكهنة يعقوب الحمطوري صاحب هذا الابتهال الشريف المقدس، وجميع أبرارك ومختاريك مع جديك يواكيم وحنا، ارحمنا وخلصنا لأنك صالح رحيم ومحب للبشر. المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا.